اول حاجه طبعا انا مبسوط جدا يعني عودتي للمنتخب دي حاجه بالنسبه لي انا كنت بتمناها. انا بقالي 3 سنين بسعى وبجتهد عشان خاطر الخطوه دي، فكان بالنسبه لي ان هي تيجي ايا كان الوقت بتاعها كان مهم جدا بالنسبه لي. الحمد لله طبعا ده توفيق من ربنا ونعمه من ربنا وفضل، ان شاء الله باذن الله يبقى في استمراريه ان شاء في التواجد. انا مش شايف ان هي ظلم، انا شايف ان هو كابتن حسام برضه كان في الوقت اللي هو كان موجود فيه كان في دايما ضغط، حتى المعسكرات ما كانش بيبقى فيه وقت ان هو يعمل تجارب او ان هو يشوف، فدي انا دايما كنت بلتمس فيها العذر، لكن انا بشوف ان هي مش ظلم، انا دايما كنت بقول ان هو توقيت، وقت ما يجي التوقيت اللي ربنا كاتبه ان شاء الله يعني هيبقى ده اللي مكتوب، ان شاء الله باذن الله اثبت نفسي مع الجهاز ده. انا كنت عندي يعني احساس كده ان انا الحمد لله عملنا ماتش كويس وخدنا بطوله، والبطوله مش من اي فريق، ده النادي الاهلي، فدي كان بالنسبه لنا يعني حاجه كبيره جدا. شعور ما يتوصفش طبعا لما تاخد بطوله وانت بابا الاهلي والزمالك، دي حاجه كبيره جدا، خصوصا ان انت كمان ده اول بطوله تدخل تاريخ نادي طلائع الجيش. احنا كنا عارفين ان ده حلم بنعيشه، فلازم الحلم ده نطلع منه باكبر استفاده. احنا مش هنلعب السوبر كل يوم واحتمال ما نلعبوش تاني، فهي فرصه والحياه فرص، فاحنا لازم الفرصه دي ما كانتش هتجي لنا تاني، فالحمد لله ان احنا قدرنا نستغلها استغلال كويس يعني. نادي طلائع الجيش من اول ما اتعمل، من ساعه ما تلاقي ملاعب الدوري الممتاز لحد الوقت ده ما كسبش النادي الاهلي خالص، فانا كان بالنسبه لي تحدي ان انا يوم ما اكسب النادي الاهلي اكسبه ببطوله، يعني اول مكسب ليا على النادي الاهلي يبقى المكسب وبطوله، فدي كان اكبر تحدي بالنسبه لي. كنا في بطوله افريقيا للشباب في الجزائر، كان الكشافين بتوع نادي مارسيليا كانوا جايين يتفرجوا على لعيبه ثانيه، مش احنا يعني مش منتخب مصر، فتابعوني. انا البطوله دي كنت بلعب باك ليفت، وخدت احسن باك ليفت في افريقيا وخدت احسن باك ليفت في البطوله في الوقت ده، فالناس يعني اعجبوا بيا، وعلى مدار البطوله الحمد لله كان في ثبات مستوى، فالناس وانا في البطوله بعتوا عرض رسمي. لما رجعت بقى مصر بعتوا لي عرض على النادي، عرض كان فتره معايشه 15 يوم، كنت انا في الداخليه. فالكابتن علاء يعني قال لي استنى شويه يجي لك بعد كاس العالم حاجه احسن، فما قدرتش ان انا اجادل معاه يعني، بس الحمد لله يعني ماليش نصيب فيه. انا كنت في ناشئين الزمالك ماليش دور، فجت فتره كل سنه بتبعت قائمه تانية وبفضل مستني لحد ما هم ما بيجيبوش حد في الاختبارات كويس فبيأيدوا، فجي وقت انا زهقت فمشيت من غير ما اقول لحد وحش خبال، فقعدت شويه رحت بقى نادي الداخليه واتأيدت وبتاع والدوري اشتغل، وبنلعب نادي الزمالك في نادي الزمالك في استاد حلمي زامور. فكابتن محمود الخواجه انا اهلي، فقال لي خد يا احمد عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي انت فين؟ ما بتجيش ليه؟ فانا استغربت يعني ما بتجيش ليه بقى؟ قال لي انت مشيت؟ قلت له اه يا كابتن مشيت. هم استغربوا ان انا بلعب في الداخليه قدامهم ماتش رسمي، وما كانش حد واخد باله، هم كانوا فاكرين ان انا منقطع عن التمرين. فما كانش في سبب مقنع ان انا اخرج بيه من نادي الزمالك. في الوقت ده كنت انا الباك ليفت الوحيد في الفرقه، كان كابتن عبد الشافي مشي وكان حماده طلبه بيلعبها وانا بس الباك ليفت الوحيد. فجيت في اخر السنه اكتشفت ان هم قالوا لي انت هتطلع اعاره علشان تستفاد وتاخد خبره اكتر وكده وترجع لنا تاني. كطريقه مشيان كانت طريقه وحشه يعني، قالوا لي ان انت واخد اجازه وانا اصلا مشيت، فانا قلت اجازه بس كان عندنا ماتش مع ليبار في الكونفدراليه في الكونغو، فانا قلت ازاي انا واخد اجازه وانا متقيد في افريقيا، فاستغربت. فلما روحنا بقى بالليل عرفت يعني، حاولت اتواصل مع كابتن اسماعيل يوسف رد عليا بعد فتره
قال لي احنا مش هنسيبك. كان كلام كله يعني جبران خاطر يعني زي ما بيقولوا. والله انا شايف ان اللقب يعني الجمهور اطلقوا عليا ان انا جلاد نادي الزمالك ده يعني ممكن يكون بسبب كتر الاجوان اللي انا جبتها في نادي الزمالك في خلال فتره قليله يعني. يعني ممكن في سنتين جبت 5 اجوان، فدي حاجه كانت جديده يعني ما حصلتش من فتره قصاد نادي كبير زي نادي الزمالك. بيمثل لي ان انا ببقى مبسوط وفخور ان انا قدام نادي كبير زي نادي الزمالك او فرقه كبيره زي فرقه الزمالك بقدر اسجل. اول 2 جبتهم في نادي الزمالك كانوا خسرانين 2-0 احنا، وكان ماتش الزمالك بينافس على الدوري، وانا جبت جون في الشوط الاولاني وجبت جون في الدقيقه 88 في الشوط الثاني، والماتش الثاني كان في الكاس جبت جون برضه في اول الماتش وجبت جون في الشوط الثالث في الوقت الاضافي. قلتها قبل كده، انا بالنسبه لي تجربه الزمالك كانت حصلت وما كانتش ناجحه بالنسبه لي، فهختار ان انا اخد تجربه جديده. يعني اي حد بيبقى نفسه يلعب في النادي الاهلي عشان دي اكبر نادي في مصر واكبر نادي في افريقيا، فطبيعي ان انت لما تتسال تجاوب اللي جواك. مش عارف يعني المعلومات دي صح ولا لا، بس انا حتى لو هو مش مقتنع بيا دي وجهه نظره ودي وجهه نظر فنيه انا، لكن هو في الملعب بيبقى فيه عكس كده خالص. يعني هو من ساعه ما دخل مصر وانا كل الماتشات اللي لعبتها قدام النادي الاهلي وانا الحمد لله كنت ببقى احسن واحد، كنت دايما ببقى مصدر خطوره بالنسبه له، فطبيعي ان وجهه النظر ما تبقاش كده يعني. لكن لو هو وجهه نظره كده طبعا دي وجهه نظر فنيه وانا بحترمها. انا بشكرهم طبعا على الدعم ده، ان انا من غير ما اكون حتى موجود وفي دعم وفي كلام كويس، لان ده طبيعي ان انت لما بتتكلم على نادي كبير بحجم نادي الاهلي وبتشكر فيه وانت ما دخلتوش، فالناس طبعا بتبقى بتشكرك او بتدعمك لان انت دايما بتتكلم بطريقه كويسه يعني. انا راجل موجود في طلائع الجيش، فما كانش فارق معايا الاهلي يكسب او الزمالك يكسب او الزمالك يكسب او الاهلي يكسب، فما عملتش حاجه يعني، ما كانش الجول مثلا ما صدمنيش قوي وما فرحنيش قوي يعني. كلمة القاضية ممكن عن الجون بتاع عفشة ده، دي أنا شايف إن هي طبيعية جدا، لأن هي الجون في وقت صعب جدا من الماتش ونهائي يعني نهائي تاريخي، فالجون ده في الوقت ده بالطريقة دي والنادي الأهلي هياخد بطولة والنادي الزمالك صعب يرجع، فهو كان موفق جدا في التعليق ده يعني. هما جونين يعني، جون قفشه وجون ابو تريكه في الصفاقسي يعني، جونين حلوين. افضل لاعب في تاريخ مصر محمد صلاح. دكتور حسام حسن وابو تريكه واحمد حسن الصقر والعصام الحضري. احمد شوبير. اسماعيل يوسف. ميسي. برشلونة. أكلة بحبها وتعودت عليها في البيت كتير، ف يعني ارتبطت بيها يعني. زي ارتباطي كده بالاجوان قدام الزمالك، ارتبطت بالاجوان قدام، ارتبطت بالبنيوة بس. الله اعلم، بس يعني كنت اكيد اشتغل حاجه مش موجوده يعني.